عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا لليلة حلقة برضو خفيفة وظريفة إن شاء الله تعجبكم، هأشتغل فيها معاكم الليلة الكبسة السريعة، وكمان عندنا الشكلمة، وآخر حاجة حيكون معنا سلطة الزيتون. مع بعض نمشي نشوف مكونات وطريقة كبستنا ونرجع لكم. كبستنا لليلة زي ما قلنا هي الكبسة السريعة، يعني إن شاء الله تطلع معاك بسرعة. أول حاجة إحنا الليلة هنستغلها بصدور الدجاج، ممكن تستغليها كمان باللحمة، بس إحنا الليلة هنستغلها بصدور دجاج. طبعا زي ما بقول دائما هتجيبي معاك صدور الدجاج وهتقطعيها لمكعبات، إحنا الليلة حابين نشتغله بمكعبات. ما كان متوفر معاكي صدور الدجاج ممكن تشتغليها بأي قطعة من الدجاج، يعني ممكن تشتغليها بأفخاذ، ممكن تشتغليها بأجنحة، بدجاجة كاملة، المهم المتوفر معاكي. إحنا الليلة هنشتغله زي ما قلنا بالصدور، وقطعناها هنا لمكعبات. زي ما بنقول دائما أول حاجة هتنقعيها في موية فيها خل وملح وسكر، عشان الحاجة دي قلنا بتشيل لنا الزفارة وبتسهل لنا بعدين عملية النضج. فبعد كده احنا اديناها تبهيرة بسيطة او تتبيلة بسيطة. عندنا هنا صدور دجاجنا دي هناخدها، طبعا معانا حلتنا هنخد فيها شوية زيت تسخن هنا معانا. بعد كده كمان عندنا بصل مفروم، عندنا هنا بصل مفروم، وكمان عندنا فلفلية، وعندنا جزر مبشور. كنت حابة يكون معاكي طماطم معصور زي ما أنا كاتبة، هتجيب الطماطم هتخلطيه في الخلاطة عادي. أنا هنا هعمل فيه صلصة، هأستغني عن الطماطم، يعني أنت حابة يكون معاكي طماطم ممكن. فهنا بسم الله هننزل معانا بالدجاج، هنديه تشويحة طبعا بالزيت، هنخليه هنا لحد ما يتشوح معانا طبعا ويبدأ يتغير معانا لون الدجاج. كمان عندنا رزنا يكون منقوع، برضو بنقول دائما يكون منقوع مدة ساعتين، برضو الحاجة دي هتخلي لنا بعدين سهولة في عملية النضوج. يعني هنا معانا رزنا مغسول ومنقوع معانا كويس، شايفين حبته. طبعا هنا احنا استخدمنا الرز طويل الحبة، دايما في الكبسة انا بحب انه رزك يكون طويل الحبة اكثر من صغير الحبة. هنا قلنا هنبدأ نشوحه، هنديه شوية زيت، وكمان طبعا هيكون معانا مويه مغليه. هنا هنجيب معانا مويه هنسخنها. ليه؟ انا دايما بقول انه اي حاجه هتستخدمي فيها المويه تكون معاك المويه ساخنه. نسخن معانا مويتنا هنا مسافة ما يستوي معانا شوية الدجاج. طبعا دجاجنا ابتدى لونه هنا يتغير معانا، هنبدأ على طول نضيف له البصل. البصل طبعا احنا هنا قطعناه لمكعبات صغيرة. بسم الله
أنا هنا استخدمت البصل الأخضر، ممكن تستخدم البصل العادي، بصل أبيض أو بصل أحمر، البصل المتوفر معك. أنا عايزاه هنا يتشوح كله مع بعض، طبعاً حيدينا نكهة جميلة. البصل الأخضر زي ما هو معروف، بس ما كان متوفر ممكن تستبدليه ببصل عادي. وكمان عندنا مكعبات الفلفلية، كل الحاجات دي حنخليها تاخد التشويحة مع بعض. عندنا كمان حنستخدم بهارات، بهاراتنا المتوفرة معانا زي ما بنقول دائما. هنا حنخد معانا كركم، عايزينه ياخد معانا لون بسيط، حنخد فلفل وحنخد كزبرة. كان متوفر معاك الكاري ممكن حنديها شوية من البهارات المشكلة، ومعانا الملح. احنا دي بهاراتنا اللي حنكتفي بها الليلة. وعندنا كمان البهارات الصحيحة زي ورق اللورة، الفلفل الحب، القرفة، العود، عندنا كمان الهبهان، دي كلها برضو حنستخدمها هنا معانا. طبعا قلنا احنا لحد ما نشوف دجاجنا كيف لونه تغير. هو في النهاية احنا حنخليه جوا الموية مع الكبسة مع الرز، يعني ما حنطلع بعدين دجاجنا ده وحنستخدمه لحاجة تاني. كنت حابة انه تعمل الحركة دي، بعد كده تصفيها تشيليها على جنبها وتشتغلي الرز عادي على طول ممكن، بس انا الليلة حباه كله يكون على بعض، عشان كده انا قلتها اللي هي الكبسة السريعة، يعني كله منه وفيه مع بعض. هنا احنا قاعدين نشوح معانا، ممكن نبدا ننزل عليها بهارات، حنحط له كمان توم برضو، حنديه توم خليه يتشوح معاهم. كان متوفر معاك توم البودرة برضو ممكن تستخدميه، إذا ما كان متوفر معاك الطازة يعني تستبدلي أي واحد بالمتوفر معاك. شايفين لون الدجاج ابتدى هنا يتغير معانا، فحنبدأ زي ما قلنا حنضيف له بهاراتنا. بسم الله، قلنا حنديه لون الكركم، طبعا حيدينا لون جميل. كمان معانا الفلفل، ملعقة صغيرة من كل بهار. هنا كمان معايا الجزر المبشور، ممكن أبدأ أضيفه. شايفين كل الألوان دي بعدين حتدينا ألوان جميلة خالص مع الرز. قلنا جبنا معانا دجاجنا وقطعناه بالطريقة اللي انت حباها، بعد كده شوحناه في شوية زيت. آخر حاجة أضفنا له البصل وأضفنا الفلفلية، وكمان ممكن تضيفي قرن الشطة إذا كنت حابة. بعد كده حتشوحي كل الحاجات دي مع بعض، كمان حتحطي الثوم. اول ما يتغير معاكي لون الدجاج حتقومي على طول تضيفي الجزر المبشور. قلنا حابه تضيفي طماطم معصور زي ما انا كاتبه، ممكن الطماطم ده حتجيبيه حتحطيه في الخلاطه وحتيجي تحطيه هنا على طول. اما انا الليله حاستخدم هنا معايا الصلصه، يعني حتستبدلي الطماطم بالصلصه اذا ما كنتي حابه يكون فيه صلصه. هنا يعني حيدينا لون جميل على الكركم وكمان معاه صلصة، حيطلع معانا لون حلو بإذن الله. وقلنا كمان عندنا بهاراتنا الصحيحة، البهارات المتوفرة معاكي. شايفين هنا بقى معايا صوص جميل، ممكن في اللحظة دي انتي تحطي له حاجة بسيطة من الموية خليه يتسبك كده وتشيليه على جنبه وتبدي تشتغلي معاك الرز بطريقة تانية. دي طريقة، بس أنا قلت هنا حنخد الموية هنا على طول مع الرز مع الدجاج. هنا عندنا ورق اللورة نخده
وكمان عندنا الملح. طبعاً الرز بيشيل معاكي ملح كتير فما تخافي. هنا طبعاً مويتنا إحنا سخناها، هنجيب معانا الموية. بعد كده هتنزلي على طول عليه الرز المنقوع، هنخليه بعد كده يستوي على نار هادية. بسم الله. هنا هبدأ انزل معاي الرز. شايفين هنا هيستوي كله على بعض بالطريقة دي. هنخليه بعد كده يستوي على نار هادية زي ما قلنا، هنوطي عليه النار، هنخليه كده وقلنا هنغطي عليه، وبعد كده هنخليه لحد ما يستوي معانا. خلينا نشيل كل الحاجات دي. بكده مسافة ما ياخد معانا سوى بسيط، ما هياخد معانا زمن إن شاء الله. بعد كده هنمشي نشوف تاني أطباقنا التانية، بس بعد ما نطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم. انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض كبستنا السريعة، وشفنا كل مقاديرها ومكوناتها. خلونا مع بعض هسا نمشي نشوف مكونات الشكلمة، نرجع لكم. معنا مكوناتنا للشكلمة. الشكلمة نوع من أنواع الحلويات، حلوة كمان، ممكن تعتمدوها لرمضان، يعني ممكن تفيدنا بعدين، وتعتبر برضو من حلويات العيد. سبقنا كل حاجة. هنا معنا بيضتين، هنضرب البيضتين ديل كويس خالص. كان معاكي كمان المضرب اليدوي اللي هو المضرب الكهربائي أفضل، ممكن ما كان متوفر معاكي، متوفر معاكي العجانة برضو، حتفضلي تضربي في البيض كتير لحد ما يتغير معانا كده شكله،
ابسط حاجه ما كان متوفر معاكي ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي زي ما احنا شغالين كده. بعد كده بعد ما تضرب البيض مده 10 دقائق حركيها معاكي كويس خالص، هتنزلي على طول ملعقتين من السمنه او ملعقتين من الزبده. ما كانوا متوفرين معاكي لا السمنه ولا الزبده، بالزيت بيمشي معانا الموضوع. هنضربهم كويس خالص زي ما قلنا بالطريقه دي. كمان معانا سكر بودره هنا، وعندنا كمان الفانيليا ملعقه صغيره من الفانيليا عشان تشيل لنا الزفاره من البيض، وممكن اذا كنت حابه حاجه بسيطه من الخل. المهم هنضرب الحاجات دي كويس خالص كده مع بعض. بعد كده هننزل عليهم سكر البودرة. أنا هنا بفضل سكر البودرة من السكر العادي لأنه إحنا فيها عجن في النهاية. بسم الله، كوباية من السكر سكر البودرة هنضربهم برضو مع بعض كده كويس. بعد كده هننزل معانا اللي هو جوز الهند، يعني هي عبارة عن بيضتين، كوباية من سكر البودرة، عندنا رشة من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا، وكمان عندنا كوباية ونص قابلة للزيادة من جوز الهند. ليه؟ لأنه في بيض حجم البيض مرة يكون يعني كبير ومرة بيكون صغير، فعشان كده احنا ما هنتحكم في كوباية الجوز الهند الا اثناء ما انت شغالة في العجن. هنا ضربنا كل المكونات كويس، عندنا كمان 3 ملاعق من حليب البودرة، ممكن نخط منه هنا جزء. بسم الله، والجزء الثاني بعد ما تنزلي معاكي جوز الهند. في ناس بتضيف لها ملعقتين من الدقيق، وفي ناس بتضيف ملعقتين من السمولينا. هنا كنا هنبدا ننزل بسم الله معانا جوز الهند بالتدريج لحد ما نصل معانا للقوام المطلوب. طبعا هنا ما عندنا اي مواد رافعه، لا عندنا باكن بودر ولا عندنا خميرة ولا أي حاجة. هنشوف ده هنخليه هنا، هنشيله. هنبدأ هنا نعجن باليد أفضل عشان يتجانس معاكي كل المكونات كويس. بسم الله، هنا هنبدأ نعجن كده. هتعجنيها كويس لحد ما تشوفي انت وصلتي لمرحلة التماسك اللي تخليكي تبدي تشكلي على طول. بعد ما تعجنيها بالطريقة دي هتبدي هنا تنزلي معاكي حليب البودرة. هنبدأ ننزل معانا حليب البودرة آخر حاجة، وهنبدأ نعجنه بالطريقة دي. إذا لقيتي معاكي العجنة لينة هتزيدي جوز هند، أو ممكن تزيدي من السمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، برضو هيدينا طعم جميل. أنا هنا عجنتها معايا كده. طبعا حيكون معاكي صينيتك، هتجيبي صينية الفرن وهتدهنيها شوية زيت أو سمنة أو زبدة. أنا هنا معايا ابتدت اتعجنت، بس خليني أزود لها حاجة بسيطة من السمولينا هيدينا طعم جميل برضو. بسم الله، في ناس ممكن تقول أنا ما بحب البيض، عايزة تشيل البيض من الوصفة دي، مع إنه الوصفة دي أساساً المكون فيها البيض،
في ناس كمان بتشتغل بدون الصفار، بتشتغل بالبياض بس، يعني الشكلمة دي عندها عدة طرق، وكمان ممكن تشتغليها بالحليب المكثف وجوز الهند على طول. هنا وصلنا معانا للقوام اللي احنا عايزينه، بس برضو ممكن تاني نديها شوية. قلنا انت اللي بتتحكمي في العجنة، اذا كنت حابة كل مرة تزيدي حليب بودرة كمان هيدينا طعم اجمل اكيد. انا هنا كده هي معايا كويسة، بعد كده هنشوف كيف هنبدأ نعجنها. معانا هندي صينيتنا هنا شوية زيت، قلنا يا زيت يا سمنة المتوفر معاكي. الفرن يكون معاكي محمي على درجة 180. هناخذ معانا كده، هنبدأ هنا بسم الله. شايفة أنا بالجوينت ما ظهر معايا، هأخذ لسة وحبدأ أعجن. يعني قلنا أنتي اللي حتتحكمي في العجنة. هنا كده ابتدت إن هي تتكور معانا، طبعا هنبدأ نكورها كور. تكون معانا كده الحجم اللي انت بتحبيه، طبعا حابه يكون انه هو اصغر من كده ممكن. يعني شايفين انا بالجلافسات طلع معايا انه هي مظبوطه، اول ما مسكتها طلعت هي لسه عايزه زياده. الزيادة دي ممكن تخليها دقيق، ممكن تخليها معاكي جوز هند أو سامولينا، يعني المتوفر معاكي في البيت. هنفضل طبعا نكورها كده لحد ما تتماسك معانا، وطبعا في النهاية بعد ما ندخلها الفرن وتطلع هنسقيها معانا شيرة. الشيرة زي ما احنا عارفين كوبايتين من السكر عليهم كوباية من الموية وعصرة ليمونة، يا إما مستكا يا إما هبهان يا إما فانيليا، المنكهات دي ليكي انت الحرية فيها. احنا هنفضل نكورها كده لحد ما نخلص معانا كل الكمية. هنا معانا بالطريقة دي، طبعا هنا خبصنا معانا. كمان من الحاجات الحلوة اللي ممكن يساعدوك فيها الأطفال في البيت، دايما الحاجات اللي فيها كده معجنات وفيها تكويرة وفيها حاجات زي كده حلوة، بتخليكي تخلصي بسرعة من الموضوع ده. قلنا هي عبارة عن بيضتين ضربناهم كويس، بعد كده أضفنا شوية سمنة، ملعقتين من السمنة أو ملعقتين من الزبدة. إحنا هنا هنفضل طبعا هنخلصها كلها كده وحندخلها معانا الفرن إن شاء الله. ممكن مسافة مانا أكور كل الكمية دي وأخلصها. نطلع فاصل بسيط كده ونرجع عليكم، انتظروا.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض الشكلمة وشفناها دخلناها معنا الفرن، ان شاء الله رب تطلع لنا لحد نهاية الحلقة. حتى كمان عندنا سلطة خفيفة كده، سلطة الزيتون، هناكلها مع كبستنا. خلينا نمشي نشوف مكوناتها ونرجع لكم. مكوناتنا لسلطتنا لليلة، سلطة الزيتون. بما انه سلطة الزيتون معناها مكوننا الاساسي اللي هو الزيتون، بعد كده هنضيف له اي حاجة تانية انت حابها. فيها صوص خفيف كده، صوص بالكاتشب والشطة السائلة. عندنا صوصنا اول حاجة هنشتغل معانا الصوص. معانا هنا شطة سائلة، وعندنا الكاتشب زي ما قلنا. معانا هنا الكاتشب، هنخبط المكونات دي مع بعض. هنديهم عصرة ليمونة. معانا هنا ليمون، هنا وعندنا كمان ملح، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر. السكر هنا طبعا هيكسر لنا الحداقة. هنا خلينا نشوف، هنا معانا كبستنا، شايفين كبستنا استوت معانا. خلينا نطفي عليها النار، نفتحها كده شوية، ممكن نغرفها بعد شوية. قلنا صوصنا عبارة عن شطة سائلة، ربع كوباية من الشطة السائلة وربع كوباية من الكاتشب. خدنا لهم عصرة ليمونة، ممكن نضيف حاجة بسيطة من الزيت، زيتنا زيت شمس زي ما أنا بقول، حلو خالص في جميع الوصفات. وكمان أضفنا رشة من الملح ورشة من السكر. بعد كده هنضيف مكوننا الأساسي اللي هو الزيتون، الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود يعني المتوفر معاكي. بعد كده هنخد حاجة بسيطة من البقدونس معنا هنا، وكمان يعني بعد كده الخضار اللي متوفر معاكي اللي انت حابة تخطيه تخطيه. هنا معانا طماطم، ومعانا كمان مخلل الخيار، حيدينا هنا طعم جميل لسلطتنا دي. ممكن مخلل الخيار تخطيه مع شوية زبادي على توم على ليمون، ومعاهم حاجة بسيطة من الفلفل والملح، هيطلع برضو معانا صوص جميل. هنا خلينا نشايل كله كده، شايفين سلطة جميلة وخفيفة. هنا كمان معانا البصل الأخضر، حاجة بسيطة منه بس، هنكتفي بكده. خليه هنا زي ما قلنا سلطة خفيفة خالص. الكبسة عموما بتتاكل مع الصوصات زي ما احنا عارفين، شايفين صوصنا اللي اشتغلناه امبارح، صوص اللي اكلناه مع السمبوسة، كان حاجة حلوة خالص. ممكن نستخدمه الليلة كمان، اللي هو كان عبارة عن طماطم خطيناه في الخلاطة، وبرضو جبنا معاهم شطة سائلة، خطينا فصين من التوم، كمان عليهم عصرة ليمونة ورشة من الملح والفلفل، وخدتنا قرن الشطة، وخدتنا كمان بقدونس خلطناهم، أدانا صوص جميل كده. ده كان صوصنا،
حق امبارح اللي اشتغلناه مع بعض. ده كمان صوص حلو خالص ممكن ناكله هنا مع كبستنا دي. كمان خلينا نغرف كل الحاجات دي. يعني عموما الكبسة حلو معها السلطات والصوصات، وممكن تاكليه كمان بصوص الزبادي اللي هو السلطة العادية، سلطة الزبادي اللي بالجزر والخيار، برضو بتكون حلوة خالص مع الكبسات. خلينا هنا نغرف معنا كبستنا. هنا كمان سكلمة ابتدت شوية تستوي. خلينا هنا نشوف. بسم الله، كبسة منه وفيه، ما طلعنا الدجاج ولا حمرناه ولا حاجة. بالطريقة دي كمان طريقة جميلة خالص. هنا معانا كبستنا. بالطريقة دي هنقدمها. ممكن نديها رشة من البقدونس، حيدينا شكل جميل في كبستنا. قلنا ممكن نديها رشة هنا من البقدونس كده. بسم الله، كمان خلينا ناخذ معانا صوصاتنا نشوف كيف حنقدم معانا الصوصات او السلطة. ممكن كمان تعملي سلطة عادية جدا، سلطة الجرجير، ممكن جرجير وبصل وطماطم وخيار إذا كان متوفر، برضو تاكليه مع الكبسة. يعني الكبسة عموما أي نوع سلطات متوفرة معاكي بيكون معاها حلو، بالذات زي ما قلنا لو جبتي مخلل الخيار ده وخطيتيه مع شوية زبادي معاهم ثوم وليمون، بس كفاية حيدينا صوص جميل، حيدينا طعم جميل خالص. هنا بالطريقة دي هنا سلطتنا الليلة، سلطة الزيتون، كتغيير بسيط بس عن المعتاد. لكن ممكن تعملوا أي نوع سلطة متوفر معاكم مع الرز، يعني ما تتقيدوا باللي أنا عاملاه. بس خلينا هنا نشيل معانا كل الأطراف. بسم الله، هنا خلونا نشوف معانا الفرن استوت. هنا هنا نطلعها. بسم الله، طبعا قلنا معانا الشيرة. الشيرة هنا خلينا نخدها في قالب أكبر من كده. السيرة هنا قلنا عبارة عن اللي هو 2 كوب من السكر، عليهم كوباية من الموية وعصرة ليمونة. بسم الله،
عشان ناخذ معانا واحد واحد. طبعا هي ساخنة، المفترض انه هي تبرد شوية، بس احنا ما عندنا هنا زمن. المهم انت في البيت هتخليها لحد ما تبرد معاكي خالص، يعني شايفين ما حتشتغلوا زي ما انا اشتغلت كده، انا هنا بس عشان زمني. هنا معايا بالطريقة دي، زي ما قلت في البيت انت براحتك، طلعيها من الفرن تخليها تبرد شوية، بعد كده خدتي عليها الشيرة وكل ما غطيتيها كل ما طلعت معاكي أجمل. بس أنا هنا مضطرة علشان زمني. هنكتفي كده، خلينا نشوف كل الحاجات دي من هنا. هنا خلينا نشوف معانا، ممكن تديها تزيين بسيط كده. هنا كمان ممكن نديها حاجة بسيطة كحركة بس من التزيين بالطريقة، أو مكسرات يعني الحاجة المتوفرة معاكي. دي كانت حلقتي لليلة، إن شاء الله يا رب نالت رضاكم وإعجابكم، جربوها إن شاء الله تعجبكم. استغلت فيها معاكم حاجات بسيطة كده وخفيفة، اشتغلنا الكبسة السريعة، شفنا كيف كل مكوناتها وكيف طريقتها، وكمان اشتغلنا معاها سلطة خفيفة كده اللي هي سلطة الزيتون. آخر حاجة كان معانا الشكلمة، يعني احنا حار في حار كده طلعناها الحمد لله، وده كان صوصنا حلو خالص مع الكبسة اللي اشتغلناها امبارح، شفنا كيف طريقته. دي هنا كانت حلقتنا لليلة، إن شاء الله يا رب نالت رضاكم وإحسانكم، جربوها إن شاء الله تعجبكم، وأنا انتظروني في حلقة تانية إن شاء الله. أخليكم في أمان الله.